بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم الطلاب وطالبات المستوى العاشر. أعرفكم بنفسي، أستاذ دكتور سامي عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها. إن شاء الله القسم هيقوم تدريس مقرر عين طه لأمراض الأطفال وجراحتها، بالإضافة للإشراف على مقررين نظريات أمراض أطفال وجراحة أطفال. يقوم التدريس في القسم بمشاركة معي دكتورة مريان مجدي ودكتورة رضوى سعيد، بالإضافة إلى تدريس السكاشن العملية والتطبيقية يقوم بها كل من دكتور كريم السحارتي والدكتورة رنا نبيل والدكتور إبراهيم سالم. وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وأراكم على خير، وكل عام وأنتم بخير. شكراً. السلام عليكم، معكم دكتور ابراهيم سالم، مدرس مساعد بقسم الاطفال كليه العلاج الطبيعي الجامعه الحديثه. في السكشن ده ان شاء الله هنتكلم عن بقيه اللور لمب ديفورميتيز، وهنتكلم فيها عن الفوت ديفورميتيز ان بيدياتريكس، وازاي بنعمل لها اسسمنت والفي والفيزيكال ثيرابي تريتمنت. تمام، اول ديفورميتي هنتكلم عنها اسمها الميتادارسس ادكتس ديفورميتي. الديفورميتي دي خاصه بالجوينتس بتاعت الفوت اونلي. تمام، بيبقى شكل الفوت عند التشايلد بيبقى واخد السي شيب ديفورميتي هنا. تمام، بيبقى عامل زي البنانا شيب بالشكل ده، وبتلاقي الفيث ميتاتارسس ستايلويد بروسيس بارز من الناحيه دي. تمام، عشان تتاكد ان الديفورميتي موجوده، دي جايه من الفوت مش اي تورشن ديفورميتي في اي مكان تاني، بتعمل حاجه اسمها فينجر في شيب تيست. ازاي؟ بتحط الاندكس فينجر على اللاترال اسبيكت بتاع الفوت للتشايلد، والميدل فينجر على شكل في شيب، بحيث ان الهيل تبقى بتوين يور فينجرز. تمام، لو لقيت طبعا نورمالي بتلاقي ان اللاترال اسبيكت يعني تاتشد يور اندكس. اوكي، الابنورمال ايه بقى؟ هتلاقي ان عشان واخد السي شيد هتلاقي في جاب بتوين يور اندكس اند اللاترال اسبيكت بتاع الفوت. اوكي، ده مجرد تيست سريع كده عشان تتاكد ان الحاله دي او الكيس دي فيها ميتاتارسس ادكتس ديفورميتي. تمام، طبعا عشان تقيس مقدار الديفورميتي دي في كذا حاجه ممكن تقيسها، من ضمنها تيست اسمه بليسك تيست. بليسك تيست ده بيعتمد على اللاين اللي هو الهيل بايسكشن لاين، اللي هو لاين بيبقى في منتصف او في الميدل بتاع الهيل بالظبط. اوكي، بالشكل ده المفروض اللاين ده يبقى يعني في الميدل بالظبط، ويبقى في نورمالي بيعدي من السكند تو. اوكي، بيعدي من السكند تو نورمالي. تمام، على حسب بقى السيفيريتي، كل ما كانت الفوت واخده سي شيب ده اكتر، كل ما ايه اللاين ده هيشفت لاترال. تمام، يعني مثلا في المايلد بنلاقيه بتوين السكند والثيرد تو، في المودريت بتلاقيه بتوين الثيرد والفورث تو، في مش بتوين يعني في المنطقه دي بالظبط. اوكي، الفيف او الدرجه الاعلى من كده بتكون بتوين الفورث اند الفيف تو. اوكي، طبعا كل ما اللاين ده اتشفت لاترال، كل ما كانت زادت السيفيرتي بتاعه الكيس. طيب، طبعا الطفل ده بيتولد بحاجه زي كده بتبقى كونجينيتال ديفورميتي، ممكن تبقى استشريت معاها ديفورميتيز ثانيه. المهم ايه بقى الانترفينشن اللي احنا بنستخدمه مع الاطفال اللي زي دول؟ فيزيكال ثيرابي انترفينشن، انت بتعمل ستريتشنج فور ذيس كيس. الاسترتش ده بيبقى ازاي؟ انت بتمسك الهيل بتاع التشايلد بالشكل ده. تمام، وبتحاول انك تعمل ستريتش للميديال اسبيكت بتاع الفوت. اوكي، عن طريق انك جاست تعمل بريشر بالشكل ده ومنتين، عشان الطفل ده لسه نيو بورن، ما بتوصلش يعني حاجه ممكن تضايقه، فما بتوصلش لمرحله انك تخليه كراي، يعني ما بيبقاش سيفير بين او بين شديد، والمينتيننس بتاعتك مش بيبقى كبير. احنا في الغالب اي ستريتش بنعمله حوالي مثلا من 30 ل 60 ثانيه، انما في الحاله اللي زي دي عشان ده طفل لسه صغير بنحاول نعمل الاستريتش من 10 ل 15 ثانيه. تمام، وبتنتين بالشكل ده، وانت بتعمل بريشر على اللاترال اسبيكت. اوكي، وتسيب وبعدين تكرر. تمام، وبعدين تسيب. طيب، كم مره الريبيتيشن؟ تقريبا بيبقى 10 مرات في السيشن الواحده او في المره الواحده.
تمام. طيب ممكن تخليه كهوم بروجرام، يعني تعلم الكير جيفر بتاع التشايلد سواء المذر او الفادر ازاي يعملوا الاسترتش ده. ممكن يتعمل حوالي 6 سيشنز او 6 مرات في اليوم، كل مره بتعمل حوالي 10 مرات الاسترتش اللي هو 10 ثواني او 15 ثانيه وتسيب. طبعا كل ما طولت في مده الاسترتش كل ما كان يعني افضل، بس طبعا على حسب التشايلد توليرابيلتي. ده لو تشايلد لسه اقل من 6 شهور. اوكي، لو كان التشايلد تودلر او انفانت تشايلد ساعتها بنعمل برضو ستريتشنج بنفس الطريقه، وكمان بيزودوا عليه الكاستنج. الكاستنج طبعا ده اللي هو السيرجن بيعمله او الاورثوبيديك بيدياتريك اورثوبيدكس. تمام، بيعمل ايه بقى؟ بيعمل كاستنج لكل اللور لمب بتاع التشايلد حتى انكلودنج كمان الني، تمام، عشان يعمل فيكسيشن كويس لكل المسلز اللي هي بتاعه اللور لمب. اوكي، بعد فتره بيبدا ان هو يفك الكاست ويبقى مركز اكتر على الانكل او الفوت لغايه ما يحصل كوركشن. سيريال كاستنج ده على حسب طبعا التكنيك اللي هو بيستخدمه، ممكن كل فتره يبدا ان هو يعني ايه، يعني يخلي الكاست يعمل شويه ستريتش فتره وبعد كده يفكه ويعمل كاست تاني ويزود الاسترتش اكتر، وهكذا على حسب طبعا التكنيك اللي ايه السيرجون او الارثوبيدست بيستخدمه. طيب ممكن كمان يعني التريتمنت بتاعنا للكيز ساش كيز بناء على احنا قلنا اتكلمنا على التريتمنت على حسب الايج. لو الايج اقل من 6 شهور بنعمل له جاست ستريتشنج، تمام. لو الايج انفانت او تودلر ممكن ندخل معاه السيريال كاستنج، تمام. طيب ممكن نقسم التريتمنت على حسب السيفيريتي. لو الكيز دي مايلد، تمام، بنعمل جاست ستريتشنج. اوكي، لو الكيز مودريت على حسب طبعا بليسك تيست اللي احنا لسه عاملينه، بنعمل ستريتشنج مع سيريال كاستنج. اوكي، لو الكيس دي سيفير بنبدا بيبقى الانترفينشن بتاعها عباره عن سيريال كاستنج مع سيرجيكال انترفينشن. سيرجيكال انترفينشن ممكن في شكل اللي هو بيعمل ريليز سوفت تيشوز او بيعمل اوستيوبلاستي لو الحاله فيري ادفانسد يعني. تمام، ندخل على الديفورميتي الثانيه بتاعه الفوت وهي الديفورميتي مشهوره اللي هي كلاب فوت. طيب ايه الكاركترستكس بتاعه الكلاب فوت؟ هي عباره عن اربع حاجات بيبقوا مع بعض. اول حاجه بيبقى فيها ميتاتارسس ادكتس، وبيبقى فيها حاجه اسمها كيفاس. كيفاس المقصود بيها ان تلاقي الميديال ارش يعني فيري يعني ارشد يعني عالي قوي. تمام، الحاجه الثانيه بتلاقي معاها ايفيرجن، تمام، انفيرجن الكيز، ومعاها اكواينس ديفورميتي اللي هي يعني ممكن كمان تلاقي التوز يعني او بيحصل زي تقول مثلا بلانتر فليكشن، يعني الفوت بتبقى دروبد داونورد. اوكي، يبقى ميتاتارسس ادكتس، كيفاس، انفيرجن مع بلانتر فليكشن هي الاكواينس. اوكي، طيب الديفورميتي دي ممكن برضو هي بتبقى كونجنتال ديفورميتي. بنعمل لها اسسمنت ازاي؟ اسسمنت عن طريق الاوبزرفيشن اللي احنا لسه قايلينه، وممكن كمان نستخدم فليكسيبيليتي تيست عشان نشوف الفوت موبايل او التيشوز موبايل ولا لا. طيب ازاي؟ التيست العادي ممكن نعمل تيستنج للمسلز اللي هي عامله بلانتر فليكشن، بنشوف فيها شورتنينج ولا لا. بنمسك على حسب طبعا حجم الطفل، ممكن تمسكه بالشكل ده وتحط الفوت، تمام، في انفيرجن. اوكي، عشان تعمل لوكينج ليها، وبتعمل فليكشن في الني عشان تريح المسلز، وبعدين بتضغط وتحط الفوت في دورس فليكشن. طبعا على حسب، لو الطفل مثلا حجمه كبير ممكن تمسك بالشكل ده، تمام، لو الطفل حجمه صغير بتمسك بالشكل ده عادي خلاص. وبعملت دورس فليكشن الاول، وانت بتعمل دورس فليكشن لو في ريزيستنس من البدايه يبقى ده ممكن نتيجه شورتنينج في السوليس. لو الفوت جت معاك في دورس فليكشن يعني حوالي مثلا 9 ديجري اباف ال 9 ديجري بحاجه بسيطه، تمام، بتبدا انك ايه تفرد ركبته وانت نازل لتحت. اوكي، لو لقيت ان الطفل بيزقك او بيعمل بلانتر فليكشن بالشكل ده ممكن يكون نتيجه شورتنينج في الجاستروكنيز. وممكن كمان اشوف الفلكسيبيليتي بتاعه الميتاتارسس ادكتس، تمام، واشوف الموبيليتي بتاعه الفوت ناحيه الاي فيرجن، عشان في الديفورميتي دي بتبقى الفوت في انفرتد بوزيشن اصلا يعني. طيب ايه التريتمنت؟ التريتمنت بيبقى في شكل انك بتعمل ستريتشنج للعضلات اللي عامله بلانتر فليكشن
بنفس الشكل. يعني مثلا لو السوليس مع الجاستروكنيميس انت بتعمل فيكسيشن للني بالشكل ده تمام، وبتبدا تعمل دورسيفليكشن اوكي بسيط وبتمنتين تمام مثلا 15 seconds up to 30 seconds. طبعا كل ما كانت الفتره اطول كل ما كان افضل في الاسترتش بتاعك اوكي، وبتريليز. طبعا وانت بتعمل استرتش ممكن تلاقي الفوت محطوطه في انفرجن، بتحاول برضو تجيبها في الالاينمنت الصح عن طريق تحاول تخلي الفوت ممكن تجيبها في اي فيرجن اوكي. لو لقيت الميتاتارسس الدكتس ديفورميتي موجوده معاك ممكن كمان تعمل استرتشنج بالشكل اللي احنا كنا عملناه في الاول بالشكل ده اوكي. طيب كمان بنحاول نعمل سترينثنينج للعضلات العكسيه. ايه العضلات العكسيه اللي موجوده عندنا؟ عندنا في الدورس فليكسورز اوكي والايفيرتورز. الدورس فليكسورز بنعمل ايه؟ بنعمل ستيميوليشن ليها. لو الطفل ده لسه صغير ما يعرفش ان هو يعمل اكتف موفمنت باي اوردر ممكن نستخدم اللي هو الاستيميوليشن للمسلز عن طريق التابنج اوكي، او السكراتشنج او الفريكشن اللي احنا بنعمله ده مع الباسيف موفمنت عشان يبدا ان هو يحرك العضلات بتاعته، او الكويك ايسنج اوكي. بنجيب ايس كاب ونحط زي شيت على الطفل تمام وماشى كده تبقى ناعمه، وبعدين بنجيب الايس كاب ونعمل ايسنج تمام سريع، وبعد كده فولود باي الموفمنت او الكويك ستريتشنج. كويك ستريتشنج عن طريق ان احنا بنعمل زي بيكون بننبه السنسوري ريسبتورز الموجود في المسلز عشان تدي فيدباك للكونتراكشن. ازاي بنعمل كويك ستريتشنج؟ بلانتر فليكشن كويك ستريتش فولود باي دورس فليكشن موفمنت. بلانتر فليكشن يعني انا بعمل كويك ستريتش العضله فولود باي دورس فليكشن باسيف، وبعدين بعمل كويك ستريتش سريع واسيب المسل. المفروض الطفل كريسبونس هو هيبدا ان هو يعمل دورس فليكشن مع اي فيرجن اوكي. لو الكيس بتاعتنا يعني ادفانسد فيها مشكله ممكن يتعمل لها سيريال كاستنج. هو في اصلا في زي في تو ميثودز للانترفينشن مع such cases. في طريقتين اللي هي اول حاجه البونستي ميثود او اللي هي الفرنش ميثود. البونستي ميثود بتكون فيها كاستنج مع اكيليس تندون ريليز، وممكن كمان نستخدم الدينيس براون سبلنت. دينيس براون بريس اللي هو موجود ظاهر قدامكم على الصوره بيبدا ان هو ايه مع الميثودز دي بنبدا نستخدمه for a treatment اوكي. الفرنش ميثود هي فرنش فيها ريهابيليتيشن اكتر، كونزرفاتيف ميثود اكتر، ويبقى فيها ري الاينمنت. بنحاول ان احنا نعمل ري الاينمنت للجوينت مع اكسرسايز لونج تيرم اكسرسايز بروجرام هوم بروجرام، وكمان بنعمل كمان ستريتشنج اوكي، وبنعمل نايت سبلنتنج تمام. ندخل بقى في الديفورميتي اللي بعد كده اللي هي التاليباس كالكينو فالجاس ديفورميتي. وفي التاليباس كالكينو فالجاس ديفورميتي بيبقى ايه فيها بقى؟ بيبقى فيها معاها دورس فليكشن اوكي مع اي فيرجن فالجاس، يعني اي فيرجن لبره يعني الفوت رايحه لبره تمام. طيب ده الطفل بيتولد بيها وبتبقى واضحه جدا وظاهره اول ما بيتولد بالديفورميتي دي تمام. طيب ايه الفيزيكال ثيرابي انترفينشن فور such كيس؟ الفيزيكال ثيرابي انترفينشن بيبقى عن طريق ان انا بعمل ممكن الاول بعمل اسسمنت للكيس دي عن طريق ان اشوف الفلكسبيليتي بتاعه المسلز تمام بتاعه اللي هي الدورس فليكسورز. بمسك الفوت واحاول ان انا اشوف هل بتيجي في الرينج بتاعها اللي هو البلانتر فليكشن ولا لا تمام، عن طريق برضو فليكسد ني واشوف برضو الفلكسبيليتي بتاعه الكاف مسلز تمام. وبرضه بشوف بعمل اسسمنت ماسل تيست اسسمنت للماسلز اللي هي بتعمل بلانتر فليكشن. ممكن استخدم الاستيميوليشن عشان اشوف الماسلز شغاله ولا مش شغاله تمام. طب الانترفينشن بيبقى عن طريق ايه؟ برضه بعمل ستريتشنج اوكي للفوت بالشكل ده، بجيبها بعمل لها لي الاينمنت في الشكل في الاتجاه السليم عن طريق بمسك الفوت تمام، بعمل لها بلانتر فليكشن مع انفيرجن اوكي. نفس فكره الاسترتش للاطفال اللي في السن ده
المده بتاعته قصيره شويه مش زي السيرش العادي، ممكن تقول مثلا 15 سكند لغايه اب تو 30 سكند. تمام، واقف. ممكن كمان ازود عليها الاستيميوليشن الاسترينثنينج. في حته نسيت اقولها لك في الديفورميتي اللي قبل كده اللي هي التاليبس اكواينو فيروس، ان انا ممكن كمان اخلي الطفل يعمل دورسيفليكشن باستخدام ريفلكسز زي ايه البابينيسكي ريفلكس. يعني ممكن اعمل جاست سكراتش على السول اوف ذا فوت، فالطفل ان هو يبدا هيروح عامل ريفلكس، يروح عامل دورسيفليكشن ورفع رجليه، يعني عامل دورسيفليكشن في التوز والانكل. اوكي، بحيث ان انا اشجع العضلات اللي بتعمل دورسيفليكشن. في حاله التاليبس كالكينو فالجاس بعمل ستيموليشن للعضلات العكسيه اللي هي البلانتر فليكسورز والانفيرتورز. تمام، عن طريق ميثودز زي الكويك ستريتشنج، الايسنج، التابنج، تمام، السكراتشنج، السكويزنج، وفولود باي الموفمنت. ممكن كمان اعمل معاها كويك ستريتش. كويك ستريتش عن طريق بعمل سادن دورسيفليكشن، تمام، فولود باي بلانتر فليكشن. تمام، سادن دورسيفليكشن فولود باي بلانتر فليكشن باسيفلي. تمام، وبعدين بعمل سادن دورسيفليكشن واسيب. المفروض التشايلد هتلاقيه بيعمل الاكشن اوتوماتيك لوحده في بلانتر فليكشن. لو ما عملهاش بتكرر تاني لغايه ما هو يبدا ان هو ايه يعملها. تمام، طيب دي كده اللي هي التاليبس كاركينو فالجاس. ننقل بقى على اخر ديفورميتي هنتكلم عنها النهارده اللي هي الفلات فوت في الاطفال. وفي الفلات فوت بيبقى ايه؟ بيبقى الارش اللي هو الميديال ارش بيبقى ابسنت. تمام، في منها انواع وليها جريدز. جريد اللي هو الموبايل والاستراكشرال. يعني الموبايل يعني فيها يعني في ديورنج النون ويت بيرنج بوزيشن الفوت بترجع في مكانها. تمام، وفي الويت بيرنج والطفل دايس على رجليه، تمام، بنلاقي بيظهر هنا النافيكولار بون بتبقى البارزه من ناحيه الميديال ارش، وكمان بيبقى معاها ممكن يبقى معاها شويه اي فيرجن مع دورس فليكشن. اوكي، ميديال ارش كده. اوكي، تمام، وممكن يبقى معاها اي فيرجن مع دورس فليكشن. طبعا ليها اسباب كتير على حسب بقى الديفورميتي اللي انت شايفها بتبدا انك ايه تعالجها. طيب بتعمل لها تيستنج ازاي او اكزامينيشن ازاي؟ في عندنا الجاكس تيست. جاكس تيست ده عباره عن ايه؟ انت بتبقى شايف قدامك الديفورميتي والطفل واقف اوكي في الويت بيرنج بوزيشن. ممكن يا اما تاسك التشايلد ان هو يعمل يرفع صباع رجله لفوق، تمام، اكتفلي، او انت تعملها باسيفلي، تمام، اللي هو البيك 2. ماشي، لو انت بتعمل دورس فليكشن البيك 2 او اكستنشن في البيك 2 هتلاحظ ان الارش لو السيفيريتي بتاعتها مايلد او حاجه موبايل ديفورميتي الارش هيبدا ان هو يظهر تاني والفلات فوت يختفي. مجرد ان هو بينزل صباعه لتحت يرجع الفلات فوت تاني. تمام، طبعا لو الحاجه دي ستراكشرال او حاجه فيكسد ثابته لو جه يعمل دورس فليكشن مش هيحصل اي تشينجز وهيفضل الفلات فوت زي ما هو. التست التاني ان الطفل هو عامل ويت بيرنج على رجليه. لو انت طلبت منه هو يقف على طراطيف صوابعه تو ستاندنج بالشكل ده، تمام، لو الموف او لو الارش ده موبايل هتلاقي هيرجع تاني. تمام، لو اللي هو الديفورميتي دي موبايل ديفورميتي الارش اللي هو الميديال ارش هيرجع تاني. تمام، لو ستيل ستراكشرال هتلاقي الميديال ارش يعني برضه ستيل يعني على في كولابس اوكي ومش هيرجع في مكانه تاني. تمام، ده كده اللي هو التست التاني اللي هو تو ستاندنج تيست. تمام، طيب التريتمنت في عندنا نوعين من التريتمنت. لو الطفل ده كونزرفاتيف تريتمنت العادي، كونزرفاتيف تريتمنت العادي بيبقى عن طريق انك بتعمل ستريتشنج للماسلز، وفي الغالب تبقى الماسلز انهي نوع من الماسلز دلوقتي هو واخد الاي فيرجن، تمام، وممكن كمان مع دورس فليكشن. فممكن تعمل ستريتش للانفيرتور، اسف للاي فيرتور، عن طريق بتعمل بلانتر فليكشن مع انفيرجن. اوكي، بلانتر فليكشن مع انفيرجن، تمام، او عن طريق انك كمان ممكن يكون اسوشيت مع شورتنينج في الكف على حسب طبعا الاسسمنت. بتعمل اسسمنت لكل الفلكسبيليتي بتاعت الجوينت، فبتعمل ستريتشنج للكف مصر. اوكي، معاها كمان انت عاوز تشجع او تعمل تنبيه للعضلات اللي هي بتعمل سبورتنج للميديال ارش اللي هي ايه؟ هتلاقيها الانفيرتورز مع البلانتر فليكسورز. اوكي،
فممكن تعمل لها تنبيه عن طريق طبعا يا اما اكتيف اكسرسايز عاديه، عن طريق لو الطفل ده كبير ممكن تخليه مثلا يعمل يعني يشب على تطيف صابعه كده، يعمل تيب 2 ستاندنج بالشكل ده وينزل تاني تيب 2 وينزل تاني، تمام؟ او عن طريق انك ممكن تعمل اكتيف اكسرسايز ريزيستد اكسرسايز مانوال، ان هو يزقك للبلانتر فليكشن مع انفيرجن، تمام؟ او لو الطفل ده لسه صغير تمام مش بيعرف ان هو ريسبونس تو يور اوردر، بتعمل ايه؟ بتعمل استيميوليشن للماسلز بكل الطرق اللي احنا قلناها، اللي هو التابينج والسكراتشنج والسكويزنج والكويك ايسنج، تمام؟ والكويك ستريتشنج كمان، تمام؟ طيب ده اللي هو الكونزرفاتيف تريتمنت. كمان ممكن نستخدم ميديكال اورثوزيس، تمام؟ ايه الاورثوزيس اللي انت ممكن تستخدمها؟ ممكن عن طريق انك تعدل في الشوز بتاعه التشايلد نفسه، تنصح مثلا الكير جيفر ان هو يشتري له شوز تبقى الجناب بتاعتها تبقى هارد شويه من ناحيه الهيل، بحيث انها تدي سبورت للهيل، لان في الديفورميتي دي مينلي بتبقى الكالكينيوس رايحه في ايفيرجن، الكالكينيوس نفسها هي اللي رايحه في ايفيرجن فبتسبب بقيه الديفورميتي دي كلها. فانت لو عملت حطيت الكالكينيوس في الميد بوزيشن تمام، عن طريق انه يلبس شوز تبقى تقول له جحات كده جزمه تبقى ناشفه من الجنب من ورا، فده هيثبت الكالكينيوس بشكل افضل وهيعدل شويه من الارش. الحاجة التانية انك ممكن تستخدم اللي هو الفرشة والانسولينج، تمام؟ اللي هو ميديال ارش ويدج. الميديال ارش ويدج اللي هو زي ظهر قدامك كده، فكرته ان هو يعني زي ما يكون بيرفع الميديال ارش من ناحية الميديال. طيب هو لقوا في عيوب للميديال ارش ويدج، هو صحيح بيعمل الاينمنت او ري الاينمنت للشوز، اسف للفوت، ناحية اللاترال، بس من عيوبه ان هم بعد كده لقوا ان هو يعني بيريح الفوت، يعني بيخلي الفوت بتريح اكتر، ف يعني مش بيشجع الانترنسك ماسلز انها تشتغل بشكل افضل، تمام؟ وكمان احيانا بعض الاطفال كانت تشتكي ان هو بيعمل بريشر جامد على الميديال اسبكت فايتال ستراكشر، فده ممكن يعمل بين، يسبب بين مع الوقت. فاستعاضوا عنه برضه في اورثوزيس ثانيه زي اليونيفرستي اوف كاليفورنيا بايوميكانكس لاب اورثوزيس اللي هو ظاهر قدامك ده، ده بيركز اكتر ان هو يعمل فيكسيشن للهيل وبدون ما يعمل بريشر على الميديال اسبكت، تمام؟ فده بيعدل شويه من اللي هو الفلات فوت، تمام؟ في كمان عندنا الهيل سيت كاب، تمام؟ نفس الفكره، فكرته برضه قريبه من اليونيفرستي اوف كاليفورنيا بايوميكانكس لاب اورثوزيس. طيب ده كده الكونزرفاتيف تريتمنت. البوست اوبرتيف تريتمنت بعض الحالات بتدخل بوست اوبرتيف، ممكن نتيجه ان الديفورميتي سيفير قوي وبتخلي التشايلد ما بيعرفش ان هو يمشي بسببها، او كانت اسوشيت مع ديفورميتيز ثانيه وفي نفس الوقت هم عملوا جراحه ورجعوا الفوت للالاينمنت السليم بتاعها، فساعتها انت بتشتغل على بوست اوبرتيف سترينثنينج وستريتشنينج، وكمان بتعمل موبيلايزيشن للجوينتس. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالفود ديفورميتيز، وارجو ان تكونوا يعني ايه استفدتوا من السكشن ده ان شاء الله.